حنان اهلا بيكي. الو، السلام عليكم. عليكم وعليكم السلام، السلام اتفضلي. ورحمة. ازاي حضرتك يا استاذه دعاء؟ اهلا بيكي حبيبتي. كل سنه وانتم طيبين. وانتي طيبة. كان عندي سؤال بس لفضيلة الشيخ. اتفضلي يا فندم. انا دلوقتي عندي اخواتي من امي، ربنا يخليهم بس هي هما اتنين بس. ماما يعني ماما ربتنا ان مفيش حد يحب التاني، وكل واحد بقى في حاله وكده، هي الله يرحمها يعني. واخت ليا اخت بقى منهم اللي خالة هم من جوزي. يعني هم اخواتك من الام ومامتك ربتكم اللي انتوا ما تحبوش بعض. هي ربتهم كده. انا كنت طول الوقت بشتغل وهما كانوا اصغر مني، وهما يعني وانا متربيه عند اهلي، عند اهل ابويا. يعني انت علشان كنت بعيده مامتك ما خدتكيش، بالظبط كده. اتربيتي مع فهي انا باباكي ربيتهم واهلك. بقى يعني، ربيتهم كده. اوكي انا ماشي. كنت متربيه، هي على طول طردانه يعني، اللي هو اروح عند اهل ابوكي وكده، وهي معاها التانيين الصغيرين. بنتها اللي هي منها ديت اصغر مني، واحده تمام الكبيره دي اكبر مني بقى وكانت متجوزه. ماشي. المهم ان الصغيره دي خدت جوزي، خانتني مع جوزي. انا كنت متجوزه ورجعت اكلمهم وكده يعني، خانتني مع جوزي واتكلمت عليا مع جيراني كلهم، وانا برضو بكلمها وجوزتها وصرفت عليها لا بصي بصي يا وعملت. حنان، بصي اسمعي يا حنان، معلش معلش يا حنان، يعني بلاش الحكم خانتني مع زوجي دي. ايوه، لا يعني انا مش بحكم عليه، انا عرفت. ايوه يعني ما يعني الخيانه بمعنى ان هو مكلموا بعض لا بتسموها الاثنين خيانه. اعترفوا لكن لو غير اعترفوا كده، عشان لو غير الخيانه كده كانت اسمعي بس، الله يخليكي، بس عشان نعرف في الاحكام الشرعيه، لو غير ايوه. كده لابد ان نتثبت اولا ونتثبت. ما ينفعش ان انا احكم اقول هذا الرجل، معلش انا اسف في اللفظ اللي اقوله، هو زنى بهذه المراه بالطريقه دي كده. الشرع ما يقول لك اقف ستوب، لا اعراض، لا ده انا شفتهم قاعدين مع بعض برضو ما اسمهمش كده. اسمعي بس، فاحنا عندنا 4 شهود ولابد ان يكونوا عدول او الاقرار، غير كده ما اتكلمش خلاص. طيب، بس هو جوزي اللي عليه، وهي ما نقرتش. ما يعني خلينا نكمل بقى، يعني نعدي دي ونكمل بقى. المهم يعني، وان انا دلوقتي هي برضو جابت لبنتي عريس من طرفها وقالت لي كويس، هي وانا اتجوزت خلاص يعني؟ هي بقى اتجوزت دلوقتي في حاجه، وانا برضو سامحتها، واختي وصلة الرحم، والحديث عن الرسول ان جه راجل قال له برضو اوصلهم، وانا على طول بتقي الله يعني، بقول اجي على نفسي عشان خاطر ربنا، ودي صلة الرحم مربوطه ماشي. بالله. دلوقتي بقى ودلوقتي برضو بتتكلم عليا وحش، وعندها ولادها بتقول ان انا بقسيهم عليها، يعني هي بتعمل معاهم كل حاجه وحشه، وانا بقعد اقول لهم حرام وامكم وكده. هي اي حاجه لو ولادها ما بتكلموهاش تقول لي انت السبب، انت اللي بتقسي ولادي عليا، وانا والله ما بعمل كده. وهي طيب شخص سيء يعني، حتى جابت لبنتي عريس رد سجون، وانا ما اعرفش، انا سالت عنه عرفت بقى من الناس، وهي كانت قايله لي حد كويس قوي. تمام. فهي شخص مؤذي قوي. في سؤالك بقى، سؤالي بقى ان انا خلاص مش قادره اوصلهم اكتر من كده، والثانيه برضو شخص وحش يعني، هي شخص لدرجه انها ممكن تقتلني يعني. لا حول ولا قوة انا إلا تعبت بالله. من الوصل خلاص، انا عملت كل حاجه مع قدام ربنا، وانا خايفه بقى منها لانها كشخص. تمام، فانت عايزة تبعدي عنهم. بصراحه مش قادره اوصلهم اكتر من كده، فانا عليا وزر عشان انا خايفه منهم، انا خايفه منهم. ايه الاذى بقى اللي ممكن يوصل بيهم اكتر من كده؟ ما انا ما اعرفش الحقد ممكن يولد ايه. تمام بس ماشي يا طبعا حبيبتي. عاوزه اعرف بس تاني. هو بس اصل الاشكاليه يعني تحتاج اولا شقين اتنين. الشق الاول هو شق اجتماعي اصلا نفسي، يعني ده محتاج اللي احنا دي تتعالج اجتماعيا. الامر الثاني اللي هو عندنا لابد ما عندنا لا نحسن اصلا فن العلاقات. يعني انا حد زعلان مني وقاسي عليا، ما اروح اقعد معاه، ما اروح اتكلم معاه، ما اروح اقول له. انت عارفه القران الكريم بيقول ايه عجيبه في غايه العجب والجمال، سبحان الله، ادفع بالتي هي ايه، أحسن. فاذا الذي بينك وبينه ايه، بينك وبينه خصومه، عداوة. يعني خصومه ولا عداوه؟ عداوة. ده عداوه اشد صح، كانه ولي حميم. بس هو في النهايه قال ايه، ولا تستوي الحسنات ولا السيئه، ادفع بالتي هي احسن، بالتي هي احسن، افعل التفضيل دي. فاذا الذي بينك وبينه عداوه، عداوه كانه ولي حميم. ده قالوا والله لن يدخل عمر في الاسلام الا اذا نطق حمار الخطاب، الحمار نفسه ينطق. عمر ده ما ايه اللي خلى عمر بالطريقه دي وتشقلب 180 درجه ودخل في دين الله عز وجل؟ لما راى من معامله رسول الله ومن اخلاق سيدنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم.
هم ليه يا جماعه الناس لما دخلت في دين الله افواجا والنبي يقول لهم ما تظنون اني فاعل بكم، والنبي خلاص ما يخلص عليهم، ده هم عذبوا وقتلوا اصحاب رسول الله واخذوا الديار والاموال، ها عاوزين ايه مني؟ ايش؟ فقالوا يا رسول الله اخ كريم وابن اخ كريم، فقال اذهبوا فانتم الطلقاء. يدخل الناس في دين الله افواجا بسبب ايه؟ لان كان في فن في العلاقات الاجتماعيه بين الناس، في حسن. النبي قابلهم بالاحسان ما قابلهمش بالاساءه، ولذلك القواعد اتق الله حيثما كنت واتبع السيئه الحسنه تمحوها وخالق الناس بخلق ايه؟ حسن. بخلق حسن. فده شق لابد ان هي تعالج الناحيه النفسيه والناحيه الاجتماعيه يبقى عندها حسن في ازاي تحسن في علاقتها مع اخواتها. طيب لا انا هقطعهم بقى، هنا بقى نقول لك حرام. فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم. يعني دلوقتي صلة الرحم لو هم جايبين لي أذية أنا ما أقطعش، بس مش لازم أدخلهم في حياتي. مش ما لا هو ما حدش يقول دخلهم في حياتي. يعني هي عندها يا أبيض يا أسود ليه؟ يعني في حتة في النص كده لطيفة. لا ما ينفعش، ما هو ما ينفعش إلا أنا أقطع بالكلية. ومش معنى لا صلة الرحم تعالى بقى أنتوا إيه في بيتكم؟ لا طبعًا، إحنا كل واحد يحافظ على بيته. يعني كل واحد يحافظ على ده. النبي عليه الصلاة والسلام قال أرأيت الحم يا رسول الله؟ قال حم الموت. هنا النبي ما بيقطعش علاقات. النبي يحافظ صلى الله عليه وسلم على العلاقات عليه الصلاة والسلام، لكن في ضوابط، في قواعد شرعية. ما قالش يا جماعة خلاص بقى سداح مداح والدنيا وإحنا زيتنا في دينا والدنيا زي الفل. النبي ما قالش كده، ولو أنا منعت كده ما بقاش ده قطيعة. لقال النبي عليه الصلاة والسلام ألحموا الموت، ألحموا الموت، إنه قريب الزوج داخل طالع بتاع مش عارف إيه، ده قريبهم، ده أخوهم، ده ابن مش عارف مين، مش اخوهم اخوهم، يعني يقول لك ابن عمهم ده اخوهم. أيوة أيوة. فقال النبي الحموا الموت. فلما احط حدود بقواعد الشريعه وضوابط الشريعه ما بينش انا تعديت، ابقى انا اسمي قطعت الرحم. لا انا بقول صلوا الرحم، ومش معنى كده اللي هم يتعدوا عليا ويتجاوزوا ويدخلوا في كل حاجه في حياتي، ده غلط برضه، لكن اللي هو الموازنه. احنا عاوزين بقى الموازنه بين في العلاقات الاجتماعيه.